أول ما الواحد بيسمع كلمة بركان بيحضر في ذهنه صورة مرعبة لنار ودخان كثيف ومشهد مرعب لحمم بركانية بتزحف وتحرق كل اللي في طريقها. وفي الفترة الأخيرة وتحديداً في أمريكا اللاتينية نشطت عدة براكين وتسببت في إثارة قلق كبير بين السكان، خصوصاً أن القارة اللاتينية بتضم أخطر البراكين اللي بتهدد حياة الملايين. آخر البراكين دي في الإكوادور كان بركان كوتوباكسي اللي أعاد نشاطه مجدداً مع إطلاق أعمدة من الغازات والأدخنة على ارتفاع 500 متر واللي تسبب في تسجيل 41 زلزال زي ما أفاد المعهد الجيوفيزيائي الإكوادوري. وبدأ بركان كوتوباكسي اللي بيعتبر واحد من أخطر 15 بركان في العالم فترة ثورانه الحالي في أكتوبر الماضي، وبيكمن التهديد الأكبر في ذوبان الكتلة الجليدية الواسعة اللي بتغطيها وممكن تتسبب في كارثة للسكان اللي بيعيشوا في المنطقة. تهديد البراكين للبشر فيها قصص كتير، منها اللي حصل في نفس القارة وبالتحديد في دولة بيرو اللي ثار فيها بركان أوبيناس 24 منذ وجوده وأطلق في انفجاراته كتل باليستية ورماد في الغلاف الجوي، ده غير تدفقات الحمم البركانية وكانت كارثة وقتها وتضرر جزء كبير من السكان وتسبب البركان في وفاة آلاف الناس. وفي كولومبيا بركان الجاليراس من أصعب البراكين في المنطقة وبيولد أكتر الغازات السامة سنويا وبيصنف حاليا على أنه من أخطر البراكين في العالم، وبيعتقد أنه يمكن أن هو ينفجر في أي وقت، ولو انفجر هيتعين إجلاء حوالي 8000 شخص من البلدات القريبة من البركان. أما بركان بوبو كاتبيتبل في المكسيك بيطلق عليه بوبو في وسط المكسيك وبرضه من أخطر البراكين في أمريكا اللاتينية، بيقع على بعد 72 كيلو متر من عاصمة البلاد ويمكن جدا إن هو يؤثر ثورانه على أكتر من 25 مليون شخص. وعلى مدار التاريخ كان في براكين دمرت مدن كاملة من قوتها زي اللي حصل في بومبي، ودي كانت مدينة رومانية قديمة موجودة بالقرب من نابولي الحالية في منطقة كامبينيا بإيطاليا، واللي اتدمرت في ثوران بركان جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد، ودي مدينة اتأسست في القرن الثامن قبل الميلاد. وبعد البركان اتدمرت المدينة بالكامل واتدفنت، وحصل بعدها تدفق حممي بيتكون من سحب رماد عالية السرعة وكثيفة وساخنة أدت لخنق السكان اللي فضلوا بعد الانفجارات الأولية.